انا طو على واحد السنغالية سميتها انا طو، كان جات المغرب وكان وقعوا لها احداث، فلهذا كتشوف كاينين ممثلات شابات، كاين ممثلين شابات وشباب، وكاين انا اللي شيخ في هذا الشريط، وفاطمة بومكدي اخترت ديكورات مناسبة حيث تمحنات باش لقات الديكورات، ماشي سهل لا بريباراسيون دي فيلم وتقلا ديكور وداكشي، ولا سيما هي كت كيخصها ديما انسجام الالوان، انسجام الالوان الملابس مع الديكور مع هكذا، وناس الممثل ما يمكنش تلبسك اللي كان عاد لبسوه وقول الحوار وصافي، خرج ليه التشامير ويدخل ليه يدوي، ما يمكنش هاد القضيه. فلهذا دات الجائزه ديال في الاسكندريه، مهرجان اسكندريه دات الجائزه ديال الديكور والجائزه ديال الملابس والجوائز ديال الاكسسوارات، ودات الجائزه الكبرى في مهرجان الكاميرون. وما ادراك ما مهرجان الكاميرون، معروف على الصعيد الافريقي كيشاركوا فيه معلمين ديال افريقيا في السينما، ودات هي الجائزه الكبرى، فهذا دليل على ان مخرجتنا ناجحه وبدات كتحرز على الجوائز من 2008، مسلسل حديد دان اللي دات عليه الجائزه الذهبيه. نذكر بالجائزه الاولى اللي داتها هي ديال حديد دان في 2008 في مهرجان الاردن للتلفازات العربيه، وكانت ليالي الحلميه تقدمت معها وعدد المسلسلات تقدموا معاه، وهو دا الجائزه الذهبيه. وحنا المغاربه كنساو دغيا. الدور ديال عدنان اللي هو تاجر مغربي فاسي، غادي يمشي للسنغال للاعراض التجاريه، ثم غادي يتلاقى باناتو بحكم بان التجار المغاربه تيبقاو تما عام عامين تيتزوجوا، ولكن زواج المتعه، دوك تيتزوج واحد العام ولا عامين مع اناتو تيطيح في الحب ديالها وما تيبقى معها. ديك الساعه تياخذها المغرب في العائله ديالو، وتقول واش فيها شي ريحه نتاع العرق ولا حتوسخ. ضروري ما نكون بجانب الصديقه العزيزه المخرجه فاطمه بوكدي، لان هي عطات كثير للابداع المغربي والكثير للدراما المغربيه، ومجموعه من الاعمال اللي كتعرفوها كاملين، من حديد دان، من رومانا برطال، من الدويبه، مجموعه الاعمال اللي هي ناجحه، وان شاء الله هذا الفيلم عاوتاني غالبا يبصم على عاوتاني على عوده جديده وعوده قويه لهذه المخرجه المتميزه.